دعمي والمساندة ووضع النجاح المستمر. ورايك شنو ما نسونا معانا تحضر وتشوف معانا قاعة النجارة. طيب جميل. تمشي معانا؟ تمام طوالي. إن شاء الله نشوف. كل هؤلاء وحد وجدانهم إيقاع ونجارة وشيء من حتى الترويح عن النفس ساعة بعد ساعة بلغة لا تحتاج لترجمان يفك رموزها ويحلل مفرداتها في متوالية فرح لا تخرج مضامينه عن القيم السودانية مؤازرة وتكافلا ومشاركة. فبالرغم من اختلاف المسميات إلا أن النجارة يظل دفئها حاضرا وبعمق راقص وسط الجميع. للأزياء مسميات ومعان ودلالات، فهي تميز من ينتمي للفرقة، وكذلك تضفي مسحة من جمال يشد الانتباه، انتباه المتابعين، فالذي يرتديه هؤلاء من زينة وزخارف قيل إنها لم تكتمل بعد. النجارة هذا الطبل الإفريقي المعروف الذي ينتمي لعائلة المجلدات تتعدد استخداماته وتطورت تبعا لتطور المجتمع، ولكن في وقت ما استخدمت كوسيط إعلامي وفق إيقاعات معينة متعارف عليها، إذ يقول مختصون إنها كانت تستخدم في كردفان وريفها تحديدا في شهر رمضان بأن موعد الإفطار قد حان وغير ذلك مما يرتبط بحياة الناس.